جديدة. ثلاثة مدربين قادوا الفريق غادر البطولة بعد الخروج من فرايبورغ. هذه محاولة وهذا بالرحمة ينطلق الآن من التياتي على اليسرى عرضية في لمسة يد خطيرة. هذه المحاولة فرصة قوية تسديدة جاءت من أوريال مانغال أيمة التياتي على اليسرى خطيرة سعيد بالرحمة والعرضية ولكن الكرة في عمل في واحد وتوقفت بعد ذلك. جاءت اليمنى هذه المحاولة ما زالت قائمة لمصلحة لكن تتخلص تصل الكرة باتجاه سعيد انطلق سعيد انطلق بالرحمة في نص يبعدها على طول هنا في نص الملعب لمسة للأمام اتجاه سعيد بالرحمة جاءت اليسرى كرة انطلق الوما توغل الوما خطيرة عن طريق الوما الغاني حاطها وترى مطلقة وكبيرة على مستوى كرة القدم الفرنسية. يامي جميلة تاليا بيكو مرة أخرى على مرمى كايا سامبا عرضية كامافينجا نعم وربما تقدم أنواما باتجاه سعيد بالرحمة يحاول يتوغل يدخل بالرحمة. ما الذي حدث في الخلف؟ خليك من كرة بالرحمة جاء ضعيفة وبعيدة لك. هذه اللقطة هذه هي المواجهة. It's not falling for long symbols. The young midfield and defence. Rakowski gives it back to Pereira to Costa now though. Nicely done. And Florian Sotoka heads home. They rework it brilliantly. قول صفر لركلة جزاء. يأخذ بطاقة حمراء. فقط بطاقة صفراء. كانت أدق. كانت أسرع الكرة في الجهة اليسرى بالرحمة والعرضية خطيرة sin lugar a dudas ojito acá vamos a ver engancha Cherky la toca por el centro el muy solidario insisto todos tienen أولمبيك ليون سعيد بالرحمة جاب هاي وسط طبيعي لكن لا شيء بالدي